يعد قطاع البنوك في الأردن من أعلى القطاعات الاقتصادية الخاصة تشغيلاً للمرأة في المملكة، ويكاد لا يقل عدد الموظفات عن معدل 100 موظفة في البنك الواحد. وبالرغم من هذه النسبة العالية، إلا أنه في اللحظة التي تتحول فيها هذه السيدات إلى أمهات، تصبح بيئة العمل أقل صداقة لهن، بل وفي بعض الأحيان تشكل تحدياً كبيراً للأمهات الجديدات اللواتي يجدن أنفسهن أمام خيارين أحلاهما مر: إما ترك العمل في أوج العطاء والنشاط لصالح رعاية مولودهن الجديد، أو ترك الرضيع تحت رعاية الآخرين. الطاقة اللي اشتغلت عليه الاتحاد كان متأتي من لجنة المرأة اللي عم دائما بتطالب انه طول المرأة لا تستطيع ان تؤدي او تقوم بواجباتها وهي مرتاحة وهي قلقة على ابنائها. دور الحضانة او الحضانة، وجود الحضانة عم بيريحها في عملها وبيخليها تعطي اداء بإنتاجية اعلى. فهذا كان في جانبين عم بيحسن ادائها بالعمل، وهذا بينعكس على رب العمل انه انت عم تستفيد من كامل وقتها وبتعطيك اعلى انتاجيه عندها بالاستقرار اللي انت حققت لها اياه من وجود حضانه. ومن خلال هذا الاطار عقدت حمله صداقه نحو بيئه عمل صديقه للمراه بالتعاون مع وزاره العمل ورشه العمل الثالثه من سلسله ورشات مبادرتي في مؤسسه حضانه، التي تهدف الى تطبيق الماده 72 من قانون العمل وتعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية. واستهدفت هذه الورشة قطاع البنوك وشركات الاتصالات للوقوف على التحديات التي تواجه هذين القطاعين الحيويين في إنشاء حضانات داخل مؤسساتهم، تماشياً مع المادة التي تنص على توفير أماكن رعاية لأطفال العاملات في المؤسسات التي توظف 20 امرأة عاملة لديهن 10 أطفال أقل من 4 سنوات. احنا اليوم في الفرشة الثالثة من مبادرة مؤسسة حضانة اللي أطلقتها حملة صداقة بالتعاون مع وزارة العمل، وعدد من المؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع. احنا استهدفنا في هذه الورشة البنوك والمؤسسات وشركات الاتصالات بالإضافة إلى عدد من الشركات المهتمة بموضوع تطبيق المادة 72 من قانون العمل. وشارك في الورشة التي عقدت في مجمع الملك عبد الله الثاني للأعمال ممثلون عن 12 مصرفاً، بالإضافة إلى شركة الاتصالات الأردنية أورانج وشركة زين للاتصالات. ورشة العمل هاي ساعدتني كيف ممكن أنا أبدأ أأسسها، وكيف ممكن أنا أبدأ أشتغل، وكيف ممكن أجيب مربيات، وشو المهارات اللي راح تكون معاهم والشهادات وكذا، كيف ممكن أنا أعمل يعني حضانة ضمن المقاييس أو المعايير العالمية. قطاع البنوك هو من أكثر أو من أكبر القطاعات بالأردن اللي بشغل نساء، يعني ممكن يوصل لحد 50% من الأيدي العاملة بالبنك. هلا بخصوص مباني الإدارة العامة أو المبنى الرئيسي، ممكن يكون أو تتوافر فيه حضانة بسهولة، كون إنه المبنى ممكن يكون مجهز أو كبير، ممكن يعني ينعمل له حضانة. أما هلا المشكلة رح تكون بالفروع، ممكن يكون لها حل بإنه مثلا منطقة معينة فيها عدة فروع لعدة بنوك، هاي البنوك كلها تتفق على إنهم يعملوا حضانة مشتركة للعاملات في هاي البنوك. إحنا بندعوكم بعد سنة من اليوم انكم تزورونا بالحضانة اللي عندنا، ورح تكون يعني فيها كل متطلبات وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية. مندوبو وزارات العمل والصحة والتنمية الاجتماعية والدفاع المدني وأعضاء حملة صداقة قاموا بشرح للشروط المطلوبة لترخيص الحضانات المؤسسية وكيفية استكمال إجراءاتها، بما يضمن تطبيق بنود المادة على أرض الواقع.